هي سكر كامل وحياة الله سكر كامل. بدي فوت على الرقة، باسبور، هوية. معقول يعملوا شيء معي أو شيء؟ لبنانية أو شيء؟ منين أنت حضرتك؟ أنا أصل سوري بس ساكنة بلبنان. فوت رقة تهريب. جوازك شنو؟ لبناني. صعبة ها؟ صعبة والله. إذا جبنا جواز سوري فيني فوت. هوية سورية فيني فوت. هوية. معي هوية سورية. خلاص حاضر. إيه. أوكي. أفوتك من هنا دولة الإسلامية من هون؟ إيه. بدي فوت على الدولة الإسلامية. وفوتك؟ هوية سورية إذا فوت من بوابة. لا ما بدي فوت من بوابة. تهريب تروحين؟ تهريب. شن؟ أمان. أمان. أمان تهريب. أمان والله. يلا رجع 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 رجع. شوفي. تصوري من هون يا صديقي. ايه يلا. الطيبون من الطيبات يعني الكويسين بيعرفوا الكويسين يا اهل. الله يبعث لكل صحافي تاكسي داعشي. بس يوصل لعنده قل له يخفف كتير. هو عرفت وين؟ لا 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 ما تطلع كاميرتك الله يرضى عليك. كاميرتك واضحة. يلا انا رح اعمل حالي برمي وجهي عم نحكي. صورته؟ صورت. تمام. ما انتبهوا هالسيارة مرقت صار لها 3-4 مرات بتروح وبتجي بتروح وبتجي. التصوير ممنوع، أنا لما بشوف إنه في فرصة إنه نصور شيء رح أقول لك تمام؟ أنا أما قلت لك شخص منشق، منشق ما فيك تناقشي، بدك تمشي على شروطه، يعني أقنعناه بقدرة إلهية. أقسم بالله العظيم أنا بايع أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي في العسر واليسر في المنشط والمكره إلا أن نرى كفرا بواحا والله على ما نقول شهيد. انشقيت يعني أنا لسه لحد الآن يعني ما طلعت من بطن الرقة، لساتني بالرقة وإن شاء الله طالع بفترة قريبة إن شاء الله. بس الحمد لله يعني هم أول مرة ردت انشق فيها اعتقلوني انكشفت. يعني بصراحة يعني طريقة التعذيب والاعتقال يعني كانت وحشية، يعني بغض النظر أنا عنصر من التنظيم معروف في كل مكان إنه التنظيم يحافظ على عناصره، يعني عنده استعداد يجيش جيوش كرمال عنصر. أنا اعتقلت عندهم أسبوع وطلعوني بالتوبة. يعني أول يوم ما تلقيت التعذيب بس ثاني يوم إجا المهاجر الشرعي حكم علي بالردة خروج عن الإسلام. الجلد ب يعني شريط كهرباء بس عريض شوي على منطقة الظهر. فينا نشوف ولا؟ لا مستحيل. أنا في بضاري بيعرفوني منها. طب فينا نصور؟ عرفت أنه تعرضت لمطرح تاني كمان من التعذيب. إيه بالرجل. إيه فينا نشوفه؟ ممكن نشوفك يا أنت بس إنه قصة إنه صورها مستحيل. كنتوا تدققوا على الحواجز مثلا؟ اذا كنا ندقق على الحجاب على النقاب. المشكله انه قائد المجموعه يلي هو اللي اجبرنا على البيعه وخيرنا بالبيعه هو كان مدخن وما قطع الدخان. كان يجي على العالم يقول انت تدخن انا بعرفك تدخن. هو كان مقنع. كيف يتم تدريبكم؟ قلت لك احنا معسكر عسكري ما رحنا، احنا معسكر شرعي. معسكر الشرعي كان بقريه اسمها العكيرشه. يقعدوا يكبروا انه يعني زاد سواد المسلمين سواد المسلمين. يعني كان المهاجرين فرحانين لدرجة يعني انه دخل لبنان. يعني احنا صدقنا انه الدولة تمددت للبنان الدولة الإسلامية. كان في اكثر من مهاجر لبنان بعرفهم شخصين من هاي المنطقة السنية. لبنان يحقدون عليها شيء مو بالعقل بسبب حزب الله والشيعة. لكن ببعض الفصائل لبنان يعني السنة كانوا يعتبرون أن الشيعة هم كفرة. الشيعة بالكفرة يعني وذبحهم حلال. كان في ذبح لعنصر علوي كان سبب أنه عنصر من النظام. يعني للحظة بصراحة أنا اللي اشتهيت أذبحه فيها. يعني هلأ إذا شفت شيعة قدامك دغري ممكن أنك تذبحه؟ حاليا هون بالرقة ما بيسترجوا يجوا الشيعة ولا يقدروا. يعني إن وجدت اليوم أمامك رجل أو امرأة شيعية تحدثك الآن مثلا فكيف شيعية؟ لا أكيد لا.
فكيف يعني كيف تتعاطى معه؟ لا انا من اهل السنه يعني ومعروف ابا عن جد. ممكن اقتله بس اكل عليه يعني هو شفته الارب وشه مسألة اسمها ما اسمها نتجة زيك يعني انا مالك يعني شب فينا ما اختلفنا بس كمان عند الامنيات وكل طب خلص اوكي شوف نقدروها غدا انا بحكي لك اياها هو طيب فهمان القصة شو طيب ما خلص اوكي خلص فهمت بتعرف انت بلبنان عندهم صحيح من السنة كذا بس مو متسع كثير بالدين صورة ابو بكر البغدادي مسح فرجينا مش قشعة كيف بدي قشعة هلا الطريق؟ ما هيك القوانين الجديدة كيف تقشعة؟ انك بدك تغطي؟ ايه بس حتى هيك مش قشعة هيك بدك تمشي على بعد كيلومترين من حدود الرقة ومن حاجز لداعش زهراء فردون برنامج للنشر شفنا شريط إذن اللي أنجزته زهراء فردون المندوبة لبرنامج للنشر بخاطرة وبجرأتها ونرجع منقول أنه في متابعات كثيرة كمان رح تكون حول هذا الموضوع تباعاً بحلقات للنشر هلأ رح يكون معنا مباشرة من باريس ليان صالح وهي صحفية بفرانس 24 مساء الخير ليان ورح يكون معنا كمان رزان هالصبية اللي قررت تطلع بهذا الاسم واللي هي اخترقت كمان الرقة اللي هي بنت المنطقة تحديداً اخترقت الرقة مرتين لتنجز الشريط اللي كلكم شفتوه على اليوتيوب من حوالي الأسبوع خلينا ننتقل لنحكي معهم سوا ليان خليني بلش من عندك شو دورك بإنجاز هالشريط اللي شفناه على الإنترنت أول شيء تحية لك ريما ولكل مشاهدين قناة الجديد وتحية أكبر لرزان على جرأتها وشجاعتها بالدخول لمدينة الرقة وتصوير المواد اللي شفناها بالتقرير الحقيقة المواد تم عرضها على قناة فرانس 24 عن طريق وسيط في لبنان شركة إنتاج اطلعت على هذه المواد وأرسلتها للقناة نحن بدورنا اطلعنا عليها وتأكدنا من صحتها وتواصلنا مع رزان لمعرفة يعني حيثيات التصوير وتم إعداد هذا التقرير اللي مدته 14 دقيقة وتم عرضه في برنامج مراسلون على قناة فرانس 24 نعم هل جربت تفوتي على هذه المنطقة بالطرق المتاحة الشرعية لأنه يقال إنه لما هن بيعطوا إذن بيعطوا الأمان وصارت مسألة من هالنوع ورجعوا ناس سالمين جربتي هذه الطريقة أو اتكلتي على رزان واللي مثل رزان وشركة الإنتاج حقيقة لا لم أجرب يعني الدخول إلى مدينة الرقة ونحن تعرفنا على رزان بعد تصوير هذه المواد وليس قبل ذلك يعني فرانس 24 بالطبع لن تكون مسؤولة عن إرسال أشخاص يعني ليسوا بصحفيين إلى أماكن خطرة كمدينة الرقة أو غيرها لتصوير هذه المواد لكن هذه المواد عرضت علينا بعد ما تم إنجازها ونحن تفاجأنا يعني بمدى جرأة رزان وشجاعتها بتصوير هذه المواد طبعا سؤال أخير لألك ليان في كتير أشياء عم نقراها عن الفرنسيين المهاجرين والقادمين إلى مناطق صراع إذا فينا نحكي أو مناطق اللهيب خلينا نسميها مناطق الداعشية هالشريط وانجازه وعرضه بفرانس 24 بيساعد على انه يرضع او بيساعد لاي مساله ثانيه او عم تقوموا بانتاج امور اخرى توعي هالشباب اللي عم يجوا بهذا الاتجاه. يعني بالحقيقه التقرير تم عرضه على قناه فرانس 24 وقناه فرنسيه اخرى هناك طبعا يعني حاله من المفاجاه عند الشارع الفرنسي بوجود يعني أصبح الآن في كم هائل من الشباب الفرنسي خاصة المراهقين لا. الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في تنظيم الدولة الإسلامية أعتقد أنه يعني الصراع الآن مع داعش ومع دخول يعني التحالف الدولي وضربه لمواقع التنظيم في العراق وسوريا يعني شكل الصراع بدأ يتابع بمنحى آخر من قبل الفرنسيين خاصة وأن هؤلاء سيعودون يعني إلى فرنسا وإلى بيوتهم كما شاهدنا في التقرير هناك فتيات فرنسيات تركنا بيوتهن قدمنا ومدرسهن وذهبنا للقتال في سوريا
ما مصير كل هؤلاء؟ هو سؤال يعني ما يزال مطروح هنا في الإعلام وفي يعني نعم. أروقة السياسة الفرنسية. نحن عم نلحظ ننتظر ماذا سيكون. وعم نلحظ هذا القلق الأوروبي بشكل عام إذا بدك من هذه المسألة. خلينا ندعيك تخليكي معنا ونحكي مع رزان هلأ. رزان بدي بلش من السؤال يعني يمكن البديهي، شو اللي دفعك للدخول للرقة غير إنك أنت بنت المنطقة بهذه الظروف اللي خطرة جدا؟ رزان أنت معنا؟ إيه معكم، عم تسمعوني؟ شو اللي دفعك لخوض هالمغامرة؟ وهل رأيت إنها تستحق هالرعب كله اللي عشتيه والخطر اللي عشتيه؟ أكيد بتستحق هاي التجربة اللي أنا مشيت فيها واللي كنت على قناعة تامة بيها. هو كان السبب إنه أطالع صورة المدينة اللي تعتمت إعلامياً بسبب الـ يعني صار الإعلامي أو حمل الكاميرا هو يعني أقوى من حمل السلاح بالنسبة لهم. يعني حامل السلاح يحاربونه بالسلاح، أما حامل الكاميرا يعني فوراً الإعدام أو القطع الرأس أو يختفي. أو يعني كثير من أصحابنا يعني صار معهم هذا الشيء. شو الدافع الرئيسي كان رزان لألك؟ الدافع الرئيسي إنه أنا بدي وصل صورة الجوة، الصوت اللي ما خرج يطلع غير بإني أنا أخاطر بهذا الشيء وأطالعه. يعني في يعني بي كثير يعني تجاوزات، يعني تجولهم بالمدينة بهاي الطريقة، تعديهم على النساء، تعديهم على الأطفال، على الرجال الكبار، الفرض الأشياء اللي هي أبداً ما لها بالمنطق ولا بالعقل ولا نحن متربيين عليها بالأساس. يعني الشريط اللي صورتيه وقته 13 دقيقة أو 15 دقيقة ماكسيموم، شو الشيء اللي ما شفناه بالشريط؟ اللي ما شفتوه هو الخوف، أكيد خوف العالم. اللي ما شفتوه ما يوجد داخل المقرات من تعذيب ومن اعتقال ومن غيره. اللي ما شفتوه هو الإعدامات اللي نحن ما نعرفها، إلا مثلاً ممكن ننام ونقعد الصبح نلاقي العالم معلقة ومن عدمة ومخلصة. يعني اللي ما شفتوه هو الرهبة. يمكن أنا لامست هذا الشيء لأنه أنا بنت المدينة بالآخر، يعني أقدر أني أحس بيهم، أقدر أحس بالعالم بعيونهم بنظراتهم التايهة اللي هم ما نهم عارفانين إنه لأيمت. يعني لما أشوف مثلاً مرة عجوز عمرها 70 سنة مجبرة، هذا الشيء يحس بنفسي. ما سمعتك شو قلتي؟ مرة عجوز عمرها 70، شو قلتي بعدين؟ مجبرة على النقاب. يعني مرة عمرها 70 سنة، شنو اللي ممكن يجبرها على النقاب؟ يعني شنو بيها شيء من المفاتن؟ ونحن بالرقة عندنا أساساً اللباس المحتشم، يعني وكونها منطقة شرقية، يعني لباس العربي القديم، يعني النساء الكبار بالنسبة لعمر 60 و70 و80، يعني شنو بدها تكون مثلاً؟ يعني غير أنه طالع وجهها، أكيد يعني هي أساساً تكون محجبة. ليش يمسكونها ويبهدلونها بالشارع؟ ولا ممكن حتى يضربونها لحتى تحط النقاب أو تنجب جلد؟ يعني رجع لعندك رزان لنحكي. وكمان انا يعني حريصه انه اذا اي سؤال حسيتي انه في خطر عليك من الاجابه فيه، وطالما طلع كمان منقبه، بس بكل بساطه قولي لي ما بدي اجاوب عليه. حنرجع على ليان لاخر بس نقطه نحكيها معه ومن بعدها نرجع لعندك. ليان بس عندي سؤال واحد برايك، يعني بهذا الشريط شفنا امور كثير مرعبه تحصل في الرقه، ومثل ما كفت هلا رزان قالت في امور ما شفناها واللي هي الخوف بيتجسد يمكن بعيون الناس وبصمتهم بكثير من الاحيان. بس شو برايك عم بيكون عامل الجذب بالرقه بالتحديد ليتجه كثير من المهاجرين عليها تحديدا لينضموا لداعش؟ ليش الرقه بالتحديد؟ يعني بداية بالحديث عن الخوف والترهيب، هو سلاح عم يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة أنه عندهم آلة إعلامية كبيرة ومهنية وفيها بيستخدموا فيها تقنيات عالية. يعني كما بنشاهد بأشرطة الفيديو التي تصنف يعني تحت أشرطة فيديو البروباغندا، نرى كيف يستخدمون يعني الترهيب والتخويف في الشارع دوار النعيم، حيث شاهدنا يعني في
تقرير إعدام لأحد الأفراد تحول إلى دوار الجحيم في مدينة الرقة. هلا وضع الرقة يعني خاص بعد الشيء، يعني كما نعرف هي محافظة عشائرية، هناك رجال من العشائر بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بعد خروج الجيش الحر وبعض الفصائل الإسلامية الأخرى، فلم يتبقى أمام السكان المحليين الذين آثروا البقاء في مدينة الرقة وعدم الخروج إلى تركيا وعيش حالة اللجوء الصعبة جدا، يعني أصبحوا أمام خيارين أحلاهما مر، إما إذن اللجوء أو الانصياع تحت هذا التنظيم وعيش حالة الخوف والترهيب حتى يعني إنذار آخر. حكيت رزان عن النساء والأطفال، يعني من وحي علاقتك فيها قلت أنك تعرفت عليها بعد هيدا الشريط، من هم نساء داعش وشو هي الركيزة الأساسية بحياتهم؟ قدرت تعرفي هذه التفاصيل من رزان؟ من هم نساء داعش؟ يعني سؤال صعب. نساء داعش هن نساء المجاهدين أو بين قوسين يعني المجاهدين أو الذين يدعون الجهاد في الرقة، وهناك أيضا مجاهدات كما رأينا في التقرير اللواتي يأتينا يعني من دول عربية، تونس، العراق أو لا، أنا أتكلم عن النساء يعني زوجاتهن، يعني لما بنقول إنه هناك جهاد النكاح وهناك مجاهدات مثل ما هن بيسمون، هل هن يعني يستخدموا كمان نسائهم لهم بناتهم زوجاتهم بهذه المسائل، أم هيدي حكر على الغريبات فقط؟ أنا أتكلم عن زوجاتهن، يعني لما أقول نساء داعش قصدي زوجاتهن. يعني من خلال المواد التي طلعت عليها وصورتها رزان وتحدثت مع رزان فيها، رأينا أن هناك مجاهدات اللواتي يحملن السلاح وبعضهن يشاركنا في كتائب نسائية مثل كتيبة الخنساء. نعم، يقومنا يعني يعني كجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يراقبنا كيف يلبسنا النساء ملابسهن في الشارع، إن كانوا يرتدين النقاب بشكل جيد. نعم، شكرا ليان، كنت معنا من باريس، أهلا وسهلا فيك. رح نتابع ملف داعش ورح نتكلم مباشرة مع داعشي منشق وهو محمد، ومحمد معنا على سكايب. صار بوب إبراهيم محمد خلينا نفوت مباشرة بالسؤال، أنت الآن منشق، هل تخليت عن الجنة والحوريات أم هل تؤمن الآن أن منطق الدين ليس كذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا تعقيبا لبعض الأمور اللي حكت توا على جهاد النكاح، أولا ما في شيء اسمه جهاد النكاح وهي كلها كذبة افترت عليها الدولة، بعدين اسم داعش منشق بصراحة غير مليق، يعني هذا فيه تشويه للإسلام، ممكن تقولي عنصر أو جندي من الدولة منشق من هربان بس مو داعش منشق. ليش شو الغلط بالكلمة؟ في شيء من تشويه الإسلام، لأنه هي اسمها دولة الإسلام في العراق والشام وليس داعش. أنت منشق عن ماذا الآن؟ أنا منشق عن الدولة. إذا أنت لست منشق إذا بعدك عم تقول الدولة. أنا بقول الدولة، لكن هم ليسوا كفار ولكنهم خوارج. طيب خلينا نتابع بالمسألة اللي سألتك عنه، هل تخليت عن القتل والحريات الآن أم أنك تؤمن أن منطق الدين ليس كذلك؟ منطق الدين ليس كذلك بنسبة واحدة فقط، وهي ليست استباحة دماء المسلمين. للأسف جنود الدولة وقادة الدولة يعني بغوا على الناس، بغوا على الأخوة، استباحوا دماء المسلمين التي ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي عصمها من سبع. هل ذبحت أحد بنفسك بأيديك يعني؟ لا لا، الحمد لله أنا سوف ألاقي رب العالمين. يعني هل في عمليات مسلم برقبتي؟ نعم، تفضل. ما مارست القتل على حدا أنت بعد، يعني ما قتلت حدا؟ لا لا، الحمد لله رب العالمين. بس شهدت على عمليات ذبح وقتل؟ نعم، شهدت على عمليات ذبح وقتل، ولكن يعني أنا قتل لك وشفت التقرير عندك. أنا الشيعي بنشوف بوجهة نظري فقط، للتعديل الشيعي بوجهة نظري فقط ينذبح، يعني مثل ما ذبحوا الأخوة بالقلمون وذبحوا الأخوة بحلب بحماة وبحمص، ذبحوهم الشيعي يحلل قتله؟ أليس الشيعي مسلم؟ نعم، واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، هم ذبحوا الأخوة بحمص وذبحوا الأخوة بالقلمون وفي الغوطة الشرقية، وفي القرآن الكريم قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. بس أنتوا عم بتذبحوا السنة والشيعة، مش حكر بس على الشيعة. أنا لهذا السبب انشقيت عن الدولة وهو ذبح السنة.
واستباحة دماء المسلمين المعصومة. يعني أنت نصف نصف منسحب الآن، مش منسحب كلياً، طالما هناك ناس بعد برأيك يحل ذبحهم أمام الله سبحانه وتعالى وأمام العالم كله من أي دماء أراقته الدولة. طيب أنا بدي أسأل، هلأ محلل ذبحك طالما أنت هلأ خرجت عن طريق داعش؟ الحمد لله، أنا أسأل الله العظيم أنه يقبل توبتي فقط، وإن شاء الله يعني استغفر الله العظيم واتمنى من رب العالمين يغفر لي ذنوبي ومن الاخوه اللي غلطت معاهم باكثر من مره بسبب معسكر شرعي كان فيه غسيل للمخ، لكن بعدين تبينت من الامور وكشفت لي الحقيقه على الواقع الحمد لله رب العالمين. طب انا عندي سؤال، كيف يتم اختيار الانتحاريين واي جنسيه هي خليني اقول بين مزوجين الاجرأ على عمليات التفجير؟ اولا الانتحاري او بما يسمى الاستشهاد يعني ما يلزمه اجر ولا يلزمه شيء، لانه اخر شيء راح يموت، ما يبدل تلزمه الحياه الدنيا، هاي اولا. ثانيا ما في اختيار للجنسيه، لكن هناك تطوع، هناك مثل الدور. ما هيدا السؤال، الانتحاري وليس الاستشهادي شو جنسيته اجمالا عم بتكون؟ الاستشهادي بنظر الدوله ليس له جنسيه لانها هي دوله وبناء يعني هم جنسيتهم دوله الاسلام فقط، لكن هم من اكثر من جنسيات واغلبها السعوديين والتوانسه. سعوديين وتوانسه، ماذا يقولون عن لبنان في اوساطك؟ لبنان عندهم احتقار جدا للشيعة وخاصه حزب الله، يعني حزب الله جاب البلا للبنان بصراحه. وشو بيقولوا عن لبنان شو بيقولوا عن لبنان غير مساله حزب الله؟ بدهم يطهرونا من كل شيء عبدت للطواغيت، لانه بصراحه الجيش اللبناني ثالث اضعف جيش بلبنان. يعني مين عبدت الطواغيت؟ يعني عبد الطواغيت كأذناب حزب الله. انت يعني هم بيمثلوا حسن نصر الله. انت تؤمن بذلك الان؟ انت تؤمن بذلك الان بعد ما انشقيت؟ لا ما بؤمن بذلك الحمد لله رب العالمين، انا اؤمن بالله عز وجل. طيب انا بدي بعد بس لما كانوا يتوسلوا الضحايا بماذا كنت تشعر؟ أعيد السؤال بعد إذنك، ما سمعت. لما الضحايا كانوا يتوسلوا إنه ما تقتلون، ما تقتلون. ما في شيء اسمه لا تقتلون. لحظة، أنتوا ما فتحتوا مجال، لحظة، أنتوا ما فتحتوا مجال للتوبة، أنتوا قتلتوا فوراً للتوبة على طريقتكم، يعني إذا حدا بده. أسألك بالله، ساب الله ساب الرسول يستتاب، ساب الله يستتاب ثلاث أيام، فإن لم يتب فقتله خلاص حلال، هذا الدين وهذا الشرع، وأنتم عندكم كل شيء، من لم يحكم بشرع الله فهو متشدد. أما اللي يحكم بالطواغيت وأذناب الطواغيت فهو ديمقراطي معتدل، إسلامه معتدل. الله الله هو من يحاسب، أليس هذا يعني تعدي على مهمة الله؟ لا ما في شيء من تعدي على مهمة الله. طيب. في شيء في اسمه القتل، القتل وإقامة الحد. طيب خليني أخذ آخر سؤال بس معك، مساحة صورة مساحة صورة البغدادي عن تليفونك. نعم، مساحة صورة البغدادي عن تليفونك محجوبك بسبب إراقة الدماء. شو وضعت محلها هلا؟ شو وضعت محلها الصورة هلا؟ ما حطيت محلها كلمة الله عز وجل. طيب وقتنا وقتنا انتهى معك محمد، بس معي زهراء فردون على التليفون. زهراء هي كانت اللي صورت الروبورتاج اللي شفتوه مشاهدينا، اللي دخلت الى داخل مناطق داعش واللي كانت على حدود التل الابيض قرب الرقه. زهراء مرحبا. مساء الخير ريما، منوره الشاشة اليوم حبيبتي. انا بس بدي اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بدي اقول لك اذا امك عم تحضرنا هلا بدي اقول لها عن جد الله يصبرها يعني وقويه وقويه، لانه انت بتوجع الراس حبيبه قلبي. الحمد لله على سلامتك. خليني نحكي الشيء اللي ما حكي الداعشي المنشق، لانه مش واضحه كثير الصوره اذا هو منشق او لا، في بعد كثير التباس بكلامه الا اذا فهم الانشقاق بس انه ما عم يعمل مهمه عسكريه. يعني هو عنده مشكله مع القاده مثل ما انا فهمت منه، ما عنده مشكله مع الدوله الاسلاميه، وبيطمح انه الدوله الاسلاميه تمتد الى عرفال ولبنان ولا كل المناطق العربية. نعم. بعدين في شيء بحب يعني أقول عنه، إنه هو بيكون مرافق أمير دير الزور. نعم. هيدا يعني الداعش المنشق. بس هو شو السبب الرئيسي اللي دفعه إنه يقول إنه هو منشق؟ لانه من الواضح انه ما في ندم على الجرائم اللي عم يعملوها، يعني ما في ندم من الخط اللي هو اخده. هو منشق عن القاده، خلينا نعم. بس يعني نفصل، منشق عن القاده وليس منشق عن الدوله او حلم الدوله او حلم توسع الدوله الاسلاميه اذا بدك تقولي. نعم. وفي كم شغله بحب اوضحهم ريما بالاذن منك، انه وقتها كانوا يجوا ياخذوا
الشخص اللي المفروض انه ينذبح للمكان المفترض انه يكون موجود فيه ويرجعوه حوالي 10 مرات مثلا، ياخذوا مره هو تحديدا محمد، يمكن يعني يا ريت لو كنت سالتيه عن هذا الموضوع، ياخذوه لنقول على المكان المفترض انه يذبحوا فيه، يرجعوا يرجعوه، ومحمد بنفسه اخذ شخص واحد فوق 10 مرات حسب ما قال لي، كان السبب انه هيدا هو كان سبب من الاسباب انه بتلاقي الذابح والمذبوح يعني مبردين اعصابهم، كنا دائما نشوف على اليوتيوب انه يا عمي ليه هذا اللي عم ينذبح بطريقه انه ما عم ينطفط فيها، ما عم بيثور او رح نفوت تفصيليا بهذا الموضوع بعد شوي بمساله قطع الرؤوس، بس بدي اسالك شو الاصعب كان بمهمتك زهراء؟ زهراء معنا على الخط بعدك؟ الو زهراء معنا على الخط؟ ما عادت معنا على الخط، طيب رح نطلع بريك ومن بعدها منتابع بقية محطات للنشر لليلة، وإذا قدرت آخذ من زهراء كمان تحت الهواء اتصال لأعرف شو كان الأصعب رح أرجع لكم، بريك.